الخوارزمية algorithm، هي مجموعة متسلسلة من الخطوات أو مجموعة من المعادلات الرياضية لحل مشكلة معينة، كخطوات عمل فنجان من القهوة مثلاً، أو خطوات الوصول من البيت إلى المدرسة. لكن ماذا لو كان هناك خطأ في أحد هذه الخطوات؟ كيف يمكننا معرفة أين وقعت المشكلة حتى نقوم بتصحيحها؟ سوف نقوم باستخدام مفهوم الخوارزمية في بناء مدرستنا المثالية، وذلك من خلال إعطاء الروبوت مجموعة الخطوات اللازمة لبناء مدرستنا. لكن في البداية علينا بناء الروبوت، وذلك من خلال وضع المواد اللازمة في كرافتينج بانل على النحو التالي. يقوم الروبوت بثلاثة من الوظائف الأساسية، وهي الحركة في جميع الاتجاهات، كذلك عملية الحفر وعملية البناء، وعلينا تزويده برقم المدخل الذي يحتوي على المواد اللازمة. وكمثال لكيفية تشغيل الروبوت، بداية نقوم بوضعه في مكان مناسب، ثم تزويده بالخطوات اللازمة للحركة ثم البناء. وقياساً على هذا المثال، سنقوم ببناء مدرستنا المثالية، وذلك من خلال تجزئة عملية البناء الكبيرة إلى عمليات بناء أصغر لتسهيل حلها.